هل اعمل نظارتي عدسات ابيض او اعملها عدسات مع الانتي ريفراكشن؟ ايه الفرق؟ الفرق ان انت لما تعمل عدسه بدون انتي ريفراكشن بتخلي سطح العدسه لونه ابيض. اللون الابيض دوت اللي مفيهوش اي طبقات مقاومه للانعكاس هتخلي لك كل الاضاءه يحصل لها تشدد على سطح العدسه، فبدل ما تبان عينك واضحه وصافيه من ورا النظاره هتبان العدسه لونها ابيض وهتبان جميع الاضاءات اللي حوالين منك على سطح العدسه. اذا ده كشكل جمالي مش حلو ان تبقى لابس نظاره وتبقى عينك مش باينه تقريبا من ورا العدسه. الفايده الثانيه للانتي ريفليكشن ان هي كمان بتخلي العدسه صافيه، بتخلي التخن بتاع العدسه يبان وكانه اقل من الطبيعي. يبقى انت محتاج تعمل انتي ريفليكشن لسببين. السبب الاول تخلي العدسه شفافه اكتر، تكون عينك باينه اكتر، شكل جمالي احلى. السبب الثاني ان هي كمان بتقلل او بتدي ايحاء بان سمك العدسه رفيع مش تخين. يبقى اعمل انتي ريفليكشن ولا اعملها ابيض؟ لا، اعمل انتي ريفليكشن. الانتي ريفليكشن بيحمي من الاشعه الضاره؟ ممكن اه ممكن لا. ممكن اه لو العدسه محطوط فيها طبقات حمايه زي اليو في بروتكشن او اليو في كات او زي البلو كات. غير كده لو العدسه ما فيهاش الحاجتين دول فيبقى الانتي ريفليكشن مش بيحمي من اي اشعه، غير ان هو بيحسن من نقاء العدسه والشكل الجمالي ليها ولعينك ورا النظاره. الانتي ريفليكشن حاليا في منه انواع كتير، في منه زي ما نقول طبقات مختلفه، في ستاندرد عادي خالص اللي هو ما فيش فيه حمايه، وفي حمايه منه من اليو في، وفي كمان حمايه من البلو كات او الضوء الازرق او الشاشات اللي بيطلع منها الضوء الصناعي الشديد. ممكن في حلقة تانية نتكلم عن الضوء الأزرق ونعمل عدسة فيها بلوكات ولا ما نعملش.